في عملية تربية النحل بعدد من العوامل، وأهمها نوعية الملكة وخصوبتها. فخصوبة الملكات ليست واحدة، وهي تختلف من سلالة لأخرى. وتتحدد خصوبة الملكة ليس فقط بخواصها الوراثية، وإنما بالظروف التي نشأت بها. بالنسبة لموضوع التحسين الوراثي لنحل العسل، هناك طريقتين يمكن تطبيقهما في أي بلد ما يطمح لتحسين تربية النحل للسلالة الموجودة، للسلالة المحلية الموجودة لديه. فيمكن الاعتماد على الطريقة التي تعتمد على انتخاب وتربية السلالة المحلية. ففي البداية يتم اللجوء إلى التربية الانتخابية لسلالة النحل المحلية بعد الضمان أننا قد وصلنا إلى سلالة نحل محلية نقية. الخطوة التي تليها بعد الوصول إلى سلالة نحل نقية، يتم إجراء الانتخاب لطوائف نحل تتمتع بصفات وراثية جيدة. وهناك ثلاثة صفات وراثية على مستوى العالم ممكن أنه يعتمد عليها من أجل تحسين تربية النحل. فيمكننا الاعتماد على صفة الهدوء، وهي صفة تهم كل من يهتم بتربية النحل، سواء كان مربيا هاويا أو مربيا محترفا لتربية النحل أو باحثا يعمل في هذا المجال. فصفة الهدوء صفة جدا هامة بالنسبة لتربية النحل. كذلك هناك صفة السلوك الصحي، فصفة السلوك الصحي هي من الصفات الهامة على مستوى العالم، وكل الدول التي لها باع طويل في مجال تربية النحل ومتطورة في تربية النحل تعتمد على إنتاج ملكات تتمتع بصفة الهايجينيك بيهيفير. وصفة السلوك الصحي تعتمد أو تتضمن على أنه الشغالات أو نسل هذه الملكة المنتخبة يستطيع هذا النسل أن يميز الحضن المصاب بالفاروة أو الحضن المريضة، ومن ثم في مرحلة تالية يقوم بفتح الأغطية الشمعية لهذه الحضنة، ومن ثم يقوم بالتخلص من هذه الحضنة المصابة بأكاروس الفاروة أو المصابة بالأمراض مثل مرض الحضنة الأمريكي، حيث أنه تم استنباط الطرز الوراثية من نحل العسل تمتاز بصفة السلوك الصحي، وهي يعني صفة تعتمد عليها الكثير من المراكز المرموقة بإنتاج الملكات المحسنة، سواء كانت بأمريكا أو بأستراليا أو بإيطاليا أو في بلغاريا. فنحن اليوم وبعد عدة عقود من اللجوء إلى التحسين الوراثي والاعتماد على التربية الانتخابية، تم إنتاج سلالات محسنة من نحل العسل على مستوى العالم. فمثلا لدينا مراكز النحل التي تنتج سلالة النحل الإيطالي التي تعرضت لخطوات من الانتخاب والتحسين لفترة زمنية طويلة. ففي هذه الأيام يعني ومنذ فترة زمنية طويلة، هذه المراكز سواء بأمريكا أو بأستراليا أو بإيطاليا تقوم بإنتاج ملكات نحل إيطالي منتخبة ومحسنة. وهناك أيضا مراكز لإنتاج وتربية النحل الكرنيولي، فهناك ملكات محسنة أيضا من هذه السلالة الكرنيولية، حيث تتمتع السلالة الإيطالية بأنها السلالة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية والانتشار على مستوى العالم، من حيث الصفات السلالة التي تهم كل من مربي النحل أو تهم أيضا الباحثين في هذا المجال. بينما سلالة النحل الكرنيولي أيضا تحتل مكانة مرموقة على مستوى العالم، فهي تحتل المرتبة الثانية بعد السلالة الإيطالية من حيث الأهمية والانتشار. فصفاتها الوراثية الجيدة تماثل وبشكل يماثل أيضا الصفات الوراثية الجيدة للسلالة الإيطالية، فكل منهما ينفرد ويتميز بصفات الجيدة هامة جدا على صعيد تربية النحل.
هناك صفة أيضا هامة وتهمنا كمربين نحل أو كأكاديميين، وهي صفة إنتاج العسل. فهناك تربية انتخابية من أجل الحصول قدر الإمكان على طوائف نحل متميزة في النهاية بإنتاج عالي من العسل. وبهذا الصدد تم الحصول على العديد من الهجن في دول العالم المتطورة، يعني يتم إنتاج ملكات هجين، وهذه الملكات تمتاز بالصفات الإنتاجية العالية. ملكة النحل من هذه السلالة يتم استقدامها من بلد المنشأ بواسطة أقفاص تسمى بأقفاص سفر الملكات. توضع بداخله ملكة النحل مع عدد من الوصيفات أو عدد من الشغالات نسميهم بالوصيفات، مع كمية من الغذاء، ويتم نقل الملكة من بلد المنشأ، من إيطاليا، من البلدان اللي تنتجها، أستراليا أحيانا، إلى بلد المشتري، وتنقل بواسطة الطائرات طبعا ضمن ظروف المناسبة لهذه الحشرة. وهذه الملكة يتم إدخالها على سلالات النحل، ومن ثم تبدأ بوضع البيوض وإنتاج أجيال جديدة. هذه هي عبارة عن الطريقة الأولى لتحسين تربية النحل، هي الوصول أولاً إلى سلالة محلية صافية، ومن ثم إجراء التربية الانتخابية على هذه السلالة. لكن الجدير ذكره هو أن عندما نريد أن ننتخب من سلالة النحل المحلية، يجب أن تكون هناك الفروق معنوية ما بين طوائف النحل حتى نستطيع أن نقوم بالانتخاب. الانتخاب ليس له أهمية إن لم تكن هناك فروق معنوية ما بين الطوائف بالنسبة لصفة ما، فهذه الصفة يجب أن تقاس، ويجب أن تحلل إحصائيا، ويجب أن تكون الفروق معنوية بين الطوائف حتى نستطيع أن نقوم بانتخاب طوائف معينة. بينما الطريقة الثانية التي يمكن اللجوء إليها لتحسين تربية النحل في بلد ما، وهي اللجوء إلى استيراد السلالات النحل قياسية، يعني السلالات نحل تتميز بصفات جيدة بالنسبة لتربية النحل، مثل السلالة الإيطالي والسلالة الكرنيولية السابقة ذكرها. فيمكن أن نستورد هذه السلالات، وكل سلالة يمكن أن نخصص لها منطقة معزولة في البلد حتى يمكن منها إنتاج ملكات، وبالتالي يتم إنتاج هجن ما بين السلالة المحلية وما بين هذه السلالة المستوردة أيضا في محطات تلقيح معزولة. عندها يمكن الحصول على الهجن، ويمكن دراسة هذه الهجن ومعرفة الأفضل من هذه الهجن، وبناء عليه يتم تحديد نوعية السلالة المستوردة. كل ما ذكر يعني ليس له أهمية إن لم نخصص مناطق معزولة في البلد من أجل تحسين تربية النحل. فلا بد أن يكون هناك منطقة معزولة تختص بإنتاج ملكات النحل المحلي النقية، ولا بد أن يكون هناك منطقة معزولة لإنتاج ملكات من السلالة المستوردة، ومن ثم يتم إنتاج هجن بين هاتين السلالتين أيضا في محطات تلقيح، ويجب أن تكون مسافة العزل تقدر ما بين 15 إلى 20 كيلومتر عن أي منطقة فيها طوائف نحل، سواء بري أو طوائف نحل مستأنسة. وبهذا المجال نحن نعلم أن تلقيح الملكة يتم بصورة عشوائية وبشكل عشوائي وفي الهواء الطلق خارج الطائفة، والملكة عادة تتلقح من عدة ذكور
ممكن أن يبلغ متوسط عدد الذكور التي تلقح الملكة ما بين 10 إلى 17 ذكر. وفي أحد الأبحاث الحديثة تشير إلى أن عدد الذكور الملقحة للملكة قد يتجاوز 20 ذكرا. وفي دراسة أخرى وبناء على تحليل المادة الوراثية للنسل الملكة من الشغالات، تبين بأن عدد الذكور الملقحة وصلت في إحدى الحالات إلى أكثر من 40 ذكر ملقح. هذه حالات طبعا استثنائية، ولكن الذي نريد قوله أن ملكة النحل تتلقح من العديد من الذكور، وليس من الضروري أبدا أن تتلقح من ذكر نحل واحد فقط. ولذلك حتى نضمن إنتاج الملكات منتخبة، وأن يتم تلقيح هذه الملكات المنتخبة من ذكور منتخبة، يجب أن تكون عملية التلقيح هذه في منطقة معزولة، وهي بنسميها محطات التلقيح، ويجب أن تحقق مسافة العزل من جميع الجهات. بالنسبة لهذا طبعا بالنسبة للتلقيح الطبيعي، فيمكن التحكم بالتلقيح الطبيعي إذا كان لدينا المناطق معزولة، كما يمكن التحكم المطلق بالتلقيح عن طريق ما يسمى بالتلقيح الصناعي. والتلقيح الصناعي طبعا هو مطبق في محطات الأبحاث ومراكز الأبحاث في الدول المتقدمة، وفيه يتم التحكم بشكل مطلق بتلقيح الملكات، حيث يتم تلقيح ملكة معينة بحيوانات منوية مأخوذة من ذكور معينة من سلالة معينة. فيمكن الاعتماد على هاتين الطريقتين من أجل تحسين النحل. يتم التلقيح الاصطناعي للملكات وذلك في الأبحاث وإنتاج السلالات، وعند عدم توفر شروط التلقيح الطبيعي عبر استخدام جهاز التلقيح الاصطناعي، ويتطلب ذلك مكاناً صغيراً ويسمح في الوقت ذاته بإجراء تلقيح مع عدة ذكور من سلالات مختلفة. وبسبب طبيعة تزاوج الملكات لا يمكن أن يتم ذلك بشكل طبيعي، لأن كما قلنا الملكة تتزوج في الفضاء الطلق، وهي طائرة تطير بسرعة كبيرة، لذلك لم يكن بالإمكان أبدا التحكم بذلك حتى لو
خلقنا مجال واسع ومثلا هنجار مرتفع جدا لم يمكن ذلك. لذلك استنبط العلماء طريقة التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي هي طريقة تكون بالحصول أخذ الحيوانات المنوية من الذكر طبعا من الذكور المرغوبة وحقنها في الملكة. يتم هذا طبعا بجهاز خاص، جهاز التلقيح الصناعي. هذا الجهاز طبعا ما في يعني ما في شيء كهربائي او في عباره عن ضوء ومكبره وفي ملاقط لفتح ابعاد الصفاق في مهبل الملكه ومحقن لحقن الحيوانات المنويه. بذلك امكن انه ناخذ حيوانات منويه من ذكور سلاله معينة ونحقن بها ملكة من سلالة أخرى أو حتى من نفس السلالة للحفاظ على مثلا صفات هالسلالة. إذا كانت هذه السلالة مرغوبة فلا نضمن أن إذا خرجت للتلقيح الطبيعي لا نعرف أي ذكور سوف تقوم بتلقيحها إلا إذا عزلنا المنحل بحدود أكثر من 10 كيلومتر، يعني حول المنحل لا يقل عن 10 كيلومتر لا يوجد في أي نحل، حتى يمكن أن نضمن بدرجة كبيرة أنه لا يوجد ذكور أخرى تقوم بتلقيح الملكة. يطبق التلقيح الاصطناعي للملكات ضمن برامج البحث العلمي الوراثي لتطوير السلالات والحصول على تصالبات وراثية معينة. تستخدم عملية التلقيح الصناعي لمالكات النحل العزارة في مجال التجارب والأبحاث العلمية، كما تستخدم في عمليات التحسين الوراثي وفي تأصيل النحل في البنوك الوراثية فقط للسنوات الأولى. لكن طالما أنه يوجد هناك منطقة عزل ومناطق معزولة لتلقيح الملكات طبيعيا فإنه أفضل من عملية التلقيح الصناعي، إذ أن القائم بالعمل يقوم بأخذ النطاف من الذكور من طائفة منتخبة وفق شروط معينة، لكن الملكات النحل العزارة تتلقح من الذكور المختلفة في الجو، وإن خلال تلك العملية تحدث هناك عملية اصطفاء طبيعي، بمعنى بعض الملكات العزارة قد تسمح لأحد الذكور ولا تسمح لذكر آخر بتلقيحها، وهذا الأمر يتعلق بالملكة نفسها، والقائم بعملية التلقيح الصناعي لا يستطيع أن يحدد هذه المسألة، هو يحدد الذكر وفق الصفات المورفولوجية لأخواته والصفات الإنتاجية للطائفة التي أخذ منها، كما يمكن انتخاب تلك الذكور بناء على بعض الصفات الشكلية. ولكن إذا كان هناك من طفرة وراثية من أمر فيزيولوجي داخلي في مورسات تلك الذكر فالقائم بالعمل لا يعرف تلك الأمور، بينما الملكة بحد العذراء يمكن أن تنتخب تلك الذكور وتسمح لها بتلقيحها دون غيرها. المهم بأن جهاز التلقيح الصناعي يتألف من مجموعة من الأجزاء، هذه الأجزاء جسم الجهاز ويحمل خطافين، خطاف بطني وخطاف ظهري لسحب آلة اللسع حتى يظهر الفتحة التناسلية لملكة النحل التي تخدر وتوضع في هذه الحجرة. تخدر ملكة النحل بغاز ثاني أكسيد الكربون وفق تدفق معين بحيث تبقى بدون حراك طول عملية التلقيح الصناعي. تجمع ذكور النحل بحدود 15 ل 20 ذكر من طائفة منتخبة. هذه الذكور القائم بالعمل يقوم بانتخابها بحسب عمرها الجنسي، فإذا كانت ناضجة جنسيا يقوم بإبهامه بتلمس صدر الذكر، إذا كان قاسيا فهذا يعني أن هذا الذكر قد وصل إلى مرحلة النضج الجنسي التي هي أكثر من 10 أيام. تجمع تلك الذكور وتنقل إلى غرفة التلقيح بحيث يتم سحب النطاف منها بواسطة هذا الأنبوب. بعد أن يجتمع نطاف
كافي لتلقيح الملكة الواحدة قد يجمع هذا النطاق من ذكر أو من عشر ذكور، لكن الكمية الكافية لتلقيح ملكة واحدة يتطلب نطاف 10 ذكور على الأقل. يوضع هذا النطاف في هذه المحقن، وبعد أن تخدر الملكة وتصبح وتسحب الصفيحة الظهرية بواسطة الطاف الظهري والصفيحة البطنية عن طريق المكبرة، يقوم المربي بمعرفة المكان الذي سيحقن فيه السائل المنوي في الجهاز التناسلي للملكة. بعد ذلك يوقف غاز ثاني أكسيد الكربون فتستعيد الملكة وعيها، ومن ثم يتم إدخالها إلى النوية التي أخذت منها. طبعا في عمليات التحسين الوراثي ينتظر القائم بالعمل حتى تقوم هذه الملكة بوضع البيض، ومن ثم يتعرف على نسلها من الشغالات، فقد يقوم بأخذ عينة من الشغالات ودراسة صفاتها الشكلية لمعرفة مدى مطابقة هذه الشغالات للسلالة. كما نقوم باستخدام جهاز تلقيح صناعي بعملية التهجين بين السلالات للحصول على هجن، وخاصة الهجين الأول الذي له أهمية اقتصادية عالية من ناحية الإنتاجية مثلا والهدوء. فالمربين في سوريا أحيانا يستوردون ملكات يعتقدون بأنها من سلالات صافية، لكن من خلال الأسماء هذه ليست سلالات، هي عبارة عن هجن، وهذه الهجن سببت مشاكل كثيرة في النحل. فباعتبارها هجن يقوم بعض المربين بتربية ملكات عذارة منها على أمل الحصول من الهجين الأول الجيد، لكن باعتبارها هجن تحدث هناك انعزالات وراثية، فتكون معظم الملكات الناتجة عن هذه الهجن رديئة بسبب تلك الانعزالات، لأن الأبوين غير صافيين وراثيا. ومن هذه الهجون مثلا ستار لاين، البيك فاست، الميد نايت، فهذه أسماء تجارية لملكات تباع، هي ليست سلالات، هي عبارة عن هجون. ويتم جمع السائل المنوي من ذكور النحل بالضغط على بطنها مرتين متتاليتين، حيث تبرز الحويصلة المنوية والقرنان في نهاية جسم الذكر، ليجري امتصاص السائل المنوي بواسطة المحقن بمجرد تقريب نهايته من الحويصلة التي يؤدي لثقب جدارها. إن الفترة المقدرة منذ نزع الملكة من خليتها حتى نهاية عملية التلقيح الاصطناعي هي من 7 إلى 10 دقائق، حيث تعاد الملكة مباشرة بعد الانتهاء إلى خليتها الأصلية. أما الملكات التي تكون ضمن أقفاص تسفير الملكات فمن الممكن أن تبقى عدة ساعات خارج الخلية، مع الحرص على إبقاء العاملات المرافقات معها.